بسم الله الرحمن الرحيم، كيفكم اليوم؟ إن شاء الله طيبين. الحين ابتدينا موسم تجهيزات رمضان، ومنزلت لكم اليوم كنافة تاخذ العقل. عملتها بالقلاية الهوائية أديسون من السيف جاليري. بصراحة هذه القلاية الهوائية أنصحكم فيها، تعمل 16 وظيفة تريحكم بالمرة. هذه مقادير الكنافة، عملت فيها وصفات كثيرة، وعملت فيها حلويات ودجاج مشوي ولحوم، رائعة، تختصر الوقت ومريحة، ما فيها صوت ولا شيء. هذا مقادير الكنافة، ربع كيلو كنافة مفرومة، يا فريش يا من الفريزر، سمنة أو زبدة وتمر وزيت وفانيلا وورد. الحشوة موزاريلا، جبنة موزاريلا بيضة مبشورة، وبعدين جبنة ريكوتا وقشطة جيمر وهيل ناعم وفانيلا وماي ورد، اختياري ماي الورد. هذه المقادير واضحة بالمرة. بعدين ما عندكم جبنة ريكوتا، حطوا جبنة عادية فيلادلفيا. نصب الزبدة أو السمنة الساخنة على الكنافة، نفركها بإيدنا، نقسمها قسمين. القسم نحط اللوز مقطع، نكبسه في الصينية حقت القلاية الهوائية 16 وظيفة من أديسون. هذه الصينية تجي معاها، ندهنها ونحط الكنافة اللي فيها اللوز، نكبس بإيدنا، بعدين بهذه الخشبة نضغط عليها ضغط تام عشان تلصق، عشان كلها تصير قرص واحد. التمرة نعجنها، نحط لها شوية فانيلا، شوية زيت، ماء ورد اختياري، يعني أكيد يعطيها ريحة حلوة، بس اللي ما يبغى مو ضروري. نعجنها تمام، ندهن ورق نايلو بزيت خفيف مو كثير، نحط التمر فوقه، نحط فوقه ورقة ثانية نايلو، ونرقها بالمرقة هذه الخشب. نحاول إنه يكون قرص مربع أصغر شوية من حجم الصينية. نحط التمر فوق الكنافة، نخلط الجبنة الموزاريلا البيضة والكريمة والجبنة ريكوتا والهيل، نخلطهم تمام. يعني هذا أسرع من هالكنافة ما فيه، ومو بس كذا، لذيذة جدا وسريعة. يعني القلاية الهوائية إيش ميزتها هذه 16 وظيفة؟ أسرع من الفرن العادي بصراحة، بسرعة حمرت وقرمشت وصارت رائعة. الحين الخليط اللي عملناه نوزعه أكوام فوق التمر، يعني أسهل لنا بعدين لما نيجي نفرشه بالملعقة، أسرع لما يكون أكوام جنب بعض كذا. لما نخلص بالملعقة نملس الوجه عشان نوزعه تمام. الحين باقي الكنافة اللي محتفظين فيها اللي ما فيها لوز، اللوز حطيناه في الطبقة السفلى، من فوق نرشه رش فوق طبقة الجبن، نغطي كل الطبقة البيضة، نكبس بإيدنا عشان برضو تتغطى وتتساوى. شايفين هذه الآلة مرة مرة يعني عملية ومريحة وشغلات كثيرة. لما تأكدنا أن كلها صارت متساوية، ما في شيء زايد أو شيء منفوش، كلها متساوية، نحطها في الشواية الهوائية. أنا خليتها نص ساعة على حرارة 190، بعدين فتحت الشواية من فوق خليتها لما تحمر حوالي 7-8 دقائق. قلبناها، رشينا عليها شوية شيرة، مو كثير مثل الكنافة العادية لأن فيها تمر، يعني قليل، 3-4 ملاعق شيرة زيناها، شوية فستق ناعم وشوية ورد. يعني مثل هذه الكنافة ما راح تاكلون، صدقوني لذيذة بالمرة ومقرمشة وهشة. الحين أوريكم إياها من جوا، تشوفونها كيف الجبنة سايحة، والكنافة بصراحة آخر قرمشة. الحين أوريكم من جوا، شايفين؟ ما أخذت وقت لا في العمل ولا في الخبز في الفرن، أسرع من الفرن العادي.
الجبنة ما شاء الله سايحة تجنن الحشوة. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، كل يوم تعالوا إن شاء الله الحين شهر رمضان الجاي، ودائما حنزل لكم وصفات حلوة وبسيطة وحلويات. وألف عافية إن شاء الله، الله معاكم.